بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام. رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين وفي الماتينال إن شاء الله كنتوا تشاهدوا فينا قبيلة باش نزيدوا نكملوا لكم الوصفات البنان اللي كان يحكي عليهم الشيف أيوب. كنا عملنا الكاب كيكس توا أيوب وين وصلنا؟ توا وصلنا لأهم حاجة في الطاولة اللي هي السلطة كيف ما كانت تحكي أختنا مريم توكابري مشكورة على أهمية التغذية في حياتنا اليومية في مقاومتنا للفيروس هذايا وفي حربنا ضده. دونك أهم حاجة هي تغذيتنا. هنا أنا خذيت السلطة هذه طماطم قصيت مكعبات كيف ما تشوف باش نزيد عليه زوز مكونات طيبين اللي هما قرع وبتنجيل فاضلين تعرفين مغروم بقرع مش مغروم بهم الحقيقة. صدقني يا أيوب قتلي خرجوا من خشمي القرع والبتنجيل خرجوا مش تعرف علاش خاطر انا متعدي لقيت عند الخضار هذوما ما نقعدش كسر راسي ياسر عندك الحق السلعه الموجوده في عمري شي عجبتني علاش نمشي لحومه تفلان وحومه تفلان يا خويا لا قدر الله واحد وديما نرد بالي واقل ريسك اللي لقيت قدامي هاني قرعه وبتنجيل ووظفتهم برشا توظيفات بارك الله فيك. دونك هنا الطماطم قصيناه مكعبات باش نزيد عليه القرع كيف كيف مكعبات اما قليناه نخليه زيت يسخن خطرت زيت تورنوسول من عند نجمه سخنته بالقدا وقليت فيه البتنجيل نتاعي والقرع بعد ما قصيتهم مكعبات ومن بعد سخترتهم من الزيت نتاعهم هذوما مع الطماطم باش نزيد عليهم بصل قصيته جويد البصل وقته توا بصل الربعي بنين برشا وصحي برشا كما نعرف البصل دونك هكا باش نزيد عليه معدنوس كيف كيف معدنوس نحبه في سلايط ني خاطر برشا ناس ما ياكلكش معدنوس وحده ني هكاكا ما يحبش وانا ناكد على كون المعدنوس من احسن انواع الخضار اللي تلقاه في الماكله نتاعنا خاصه فيه برشا حديد يكون ني بالضبط أيوه فيه برشا حديد ومضاد الاكسدة دونك مهم ياسر انا باش نزيد عليه هنا توش نتاع فريشور نحب نزيد شويه خيار قصيته مكعبات هكا حتى الفقوس تو ماشي واش يطيح دونك ود القمره يقول ود القمره دونك هذايا الكل يتخلط مع بعض وباش نزيد عليهم نكهه كيف ما قلت لك قبيله اليوم السلطه نتاعنا فيها جو فومي اللي هو جاي من عند فروماج افيميكاتو اللي هو من عند مرياح الفروماج المدخن هذاك البنين برشا دونك جبنات مرياح بالضبط جبنات مرياح 100% حليب نعاود نذكر ونقول للساده المشاهدين راهو لي فروماج نتاعهم مراقبين صحيا خاصه في دوره الانتاج في وحده الانتاج نتاع مرياح غادي يراقبوا صناعة الفخماج الحليب يحلوه كل شيء مراقب ونظيف ومنظم ونحب نعاود بالطبيعة أيوب السيرفيس الجديد اللي عند جبن مرياح اليوم اللي هي توفر لكم لا ليفغيزون غراتويت على تونس الكبرى للارج جام نتاع الجبونات نتاعها كما قال أيوب من الفومي لليدام للغوير للغابي كل شيء والموتزاريلا أنواع الجبونات الكل اللي تتميز بهم جبن مرياح باش تعدي الكماند نتاعك معليك كان تدخل الباج فيسبوك والا انستغرام نتاع جبن مرياح واللي هي اسمها فروماجري مرياح تلقى فيها لي كوردوني الكل نوامر التليفون زاد كيف كيف واللي غيزون باش تكون غراتويت حتى الباب دارك توصل لك امبالي امورها واضحه كاشتي في يعني في احسن الظروف اللي تنجم تتسلم فيها السلعه نتاعك وماهيش مربوطه زاد كيف كيف بكونتيتي تنجم تعدي اون بتيت كونتيتي فاري من برشا حاجات انت وشنو تحب الكونتيتي اللي تعديها بالضبط الانفو لاين كيف ما تشوفوا فيه اسفل الشاشه دونك الساده المشاهدين واللي يحب ياخذ اكثر معلومات كما قال صفاء يزور الصفحتين تاع التواصل الاجتماعي اللي هما الانستغرام والفيسبوك يلقى اكثر نوامر يتواصل معاه فروماجري مرياح ينجم يطلبهم على 56 451 071 دونك نعاود نقول 58 سامحوني 451 071 هذا الرقم متاح على ذمتكم باش تتواصلوا معاه فروماجري مرياح وتسالوهم على لي كوموند كيفاش تعديه وكل شيء. انا وصلت بعد ما خلطت المكونات هذه الكل مع بعضهم مع الفروماج البنين مع المرياح شوف الالوان مزيانهم هذيك هي حاجه تشهي دونك هنا باش سيت اون اوكازيون للصغيرات خاطر الصغار ياسر يحبوا الالوان دونك تبدا سلطه باسلة نقولوا احنا والا لون واحد الصغيرات يعشقوا الالوان دونك هكا تجب تحبوا انديريكتومون في السلطه خلي هو يخلطها خلي هو يعمل جو معاك في الكوجينه تولي ياكل الخضره دونك هنا تشيش ملح ما نكثرش نقرا حساب الملح الموجود في الفروماج كان نحبوا نزيدها شويه كبار ولا كورنيشون ولا زيتون تجي ياسر بنينه السلطه هذه بالزيتون زاده دونك باش نزيد عليها شويه فلفل اكحل
وعصيره قارص. انا ديما الفينيغريت نتاعي سامبل، ما نحبش نعمل فينيغريت ياسر فيها فحات واحد. علاش؟ على خاطر الفاح السامبل يخرج لي لاغوم والسافير نتاع الخضره في حد ذاتها. صحيح، ما يتخبيش الطعمه نتاع الخضره، ما تتخبيش وراك الفاحات. اكزاكتومون، نحب نطعم الخضره الكل. هذايا المكونات نتاعنا، ما بقى نقصهم كان شويه زيت. انا باش نزيد زيت قطانيه من عند نجمه، نجم نزيد زيت الفيتامين اي اللي هو زيت تجديد من عند نجمه، حابة تودكم به حتى هي معاكم تقاوم الكورونا. دونك هكا هذايا السلطه خلطوها بالكذا، ما بقى الا باش نقدمها. انا حضرت لها هنا أكيد. أيوب. حضرت لها نبريجات طماطم، وحضرت لها ديكارتيه نتاع عظم باش نحطهم فوق منها وتكون نتاع السلطه نتاعنا حضرت في وقت قياسي. يعطيك الصحه ايوب على الغوسيت البنينه ياسر. هذا انا من عشاق سلايت لا فيريتي، وسورتو كي تبدا مفوحه بالكدا ومفوحه اكثر بجبن مرياح اللي هو 100% من الحليب اس افي. ايوب عندي مداخله بالفايبر من عند مواطن تونسي اللي هو جلال التويتي، اللاعب السابق بالمنتخب التونسي لكره اليد. نقول له صباح النور يا جلال. صباح النور صفاء، وصباح النور لجميع المشاهدين، ومرحبا بك. تحياتي ليك وتحياتي الهجورة. عايشك عايشك عايشك، ميرسي بوكو. عايشك يا عايشك يا جلال. صفاء، شنو احوالكم؟ غادي اش عاملين؟ مقيم في فرنسا؟ وين في فرنسا بالضبط جلال؟ في باريس. في باريس. في باريس. ملي دوبي تو ملي بديت ملي كنت نلعب دوكو ابخي جو اريتي، وقتها جو مشي انستالي في باريس، وتوا صافي بلو دو de 4 ans dans des cours à Paris. Car on essaie de s'adapter, نحاولوا باش نتاقلموا مع الوضع الجديد هذا، ونحاولوا باش ديجا on est en confinement depuis 14 jours توا، مي on essaie نحاولوا باش نتاقلموا. كاو دونك il y a pas grand chose à faire. احكي لي جلال، كيفاش عاملين غادي؟ كيفاش تخرجوا تنجموا تقضيوا؟ قاعدين تتنقلوا شويه؟ كيفاش الظروف اون جينيرال؟ زاد كيف القضيه؟ كيفاش تنجموا؟ فما مواد ولا لا؟ راهو برشا دي ماغازان مسكرين. زاد كيف باش نحكيوا شويه زاد على التوانسه اللي موجودين في فرنسا؟ لا بطبيعه الحال كل شيء محلول، دونك كل شيء محلول ابار معناتها شغل لي ريستورون الكل مسكرين، لي بار الكل مسكرين، لي بوب الكل مسكرين، مي بار كونتر تو سكي فارماسي بولونجري و سنتر كوميرسيال معناتها اليمونتير كل شيء محلول. دونك مي بور معناتها باش تخرج لازمك فما اون اتيستاسيون ديروغاتير، دونك لازمك تعمرها خاطر لي كونترول في الشارع، دونك بوليسيه بارتو، واللي ما عندوش لاتيستاسيون ديروغاتير هذيك دونك خطيه ماليه بقيمه 200 يورو المرة الأولى، إذا تعدى المرة الثانية والمرة الثالثة في ظرف شهر توصل حتى ل 3700 يورو يظهر لي، وست أشهر حبس. دونك معناتها ظهر لي الحكومة كانت ردعية في الحكاية هذوما، مي ونسيي باش الكونفينمون يكون معناتها الناس الكل معناتها تقوم بالكونفينمون، الناس الكل تشد ديارها. Et c'est le plus important, خاطر sinon السبيطارات و سورتو لأن يكون السيرفيس دو ريا ماهمش باش يتحملوا، خاطر حتى في فرنسا حتى في الوقت الحالي معناتها قريب نوصلوا للكارثه في لكن جلال سامحني، انتم باغابوغ لفرنسا وباغابوغ لاسبانيا مازلتوا يعني هما سابقينكم برشا في حالات في اعداد الوفيات وفي اعداد الاصابات. لهنا شنو هو اللي يميز فرنسا على ايطاليا ولا على اسبانيا في مواجهه الوباء هذا؟ اذا هل خذيتوا نفس الاجراءات، شنو هو اللي يميز فرنسا اليوم ما خلاهاش توصل لمرحله ايطاليا واسبانيا؟ والله لا مش حكاية جو بونس با، خاطر راه مازلنا ما وصلناش للبيك. دونك ديكو هذيك توا في كوسوسوا في اسبانيا ولا بوتيتر دونك الكونفينمون جا في وقته زاد في فرنسا، الاجراءات اتخذت بوتيتر في وقتها، مي كي تسمع زاد في التيلي فما عباد يقولوا كارون خذينا الكونفينمون معناتها اون سيمين الافونس، مي تحس اللي بلاد واقفه معناتها في الشارع ما فما حتى حد، حتى باش تخرج تاخذ باكيت من الكوشه دونك تلقى فما حتى حد في الشارع معناتها فريمون بلاد واقفه، مي سي اون كريز سانيتير مونديال دونك يفو معناتها سادابتي، ولازم الناس الكل تتعامل معاها
معناتها بالخطوره نتاعها خاطر خاطر حكايه خطيره وحكايه مش وكاو دونك لهنا حبيت الناس الكل تشد ديارها والناس الكل معناتها الي فيت لو ماكسيموم لو كونتاكت خاطر معناتها كل شيء بالكونتاكت هو اللي بشي معناتها العدوى باش تصير الاكثريه كان بالكونتاكت. لهنا حبيت نسالك جلال لو تسمح على الوضعيه فما برشا توانسه في فرنسا والا في اوروبا اون جينيرال امورهم القانونيه نتاع اوراقهم ماهيش صحيحه يعني وجودهم غير قانوني غاديكا دوكو دونك ما ينجموش ياخذوا الاعانات اللي موفرتها لهم الدول اللي مقيمين فيها. كيفاش عاملين التوانسه هذوما؟ هل خممتوش في ديكوليك تفمش كوريسبوندونس بينكم وبين الناس هذوما التوانسه مع بعضهم كيفاش عاملين في البانديمي هذيا؟ شوف انا باش نتكلم بتاتخ على لي دو فرانس دوكو على باريس سي كو فما 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 برشا جمعيات دي اسوسياسيون فرانكو تونيزيان والفونداسيون معناتها دو لا ميزون دو لا تونيزي يعطيهم الصحه المديره ستار باتيخ دونك نحب نشكروا على المبادره اللي قام بها اللي حلوا كونت سورتو بور لي ستوديون دوكو تونيزيان كي سون في فرنسا اللي ماك تعرف معناتها لي ديزيتيديون فما ديزيتيديون اللي والديهم يقدروا باش يبعثوا لهم الفلوس فما ديزيتيديون يفون لي بتي جوب خدمات صغار باش يزيساي معناتها دو سيرمونتي معناتها ويعيشوا معناتها كونفينابلمون دونك هذوما دوجور ولندومان لقاو رواحهم بلاش خدمه دونك بلاش مدخول يا معناتها فما اون كوليكت قاعده تصير كل يوم والعباد قاعده تعاون كل شيء بالفلوس كل شيء بالقريه و effectivement معناتها vraiment توانسة الكل يد واحدة لهنا باش pour surmonter معناتها البانديمي هذايا وان شاء الله معناتها في ديما نلقاو بعضنا في الخير وان شاء الله كل واحد باللي يقدر ينجم يعاون. يعطيك الصحة جلال. لهنا حبيت نسألك حاجة أخرى، ما مدى التزام البوبل فرونسي وإلا الناس الكل اللي عايشين في فرنسا بما أنك أنت مقيم في فرنسا بالحجر أو كما احنا نقولوا الكوفغوفو اللي عندنا هوني، ما مدى انضباطهم وما مدى وعيهم بقوة البانديمي اللي صارت في العالم الكل اليوم؟ والله الوعي تحس الناس واعية يعني باغ كونتخ تلقى مازال تلقى عباد في الشارع مازال تلقى عباد تخرج معناتها مازال تلقى عباد كي تشوف تلقى بلو معناتها فوق 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 ال 2000 ولا 3000 خطيه تحطوا معناتها دوبوي ملي عملوا الكونفينمون توتال دونك بيان سور ماكش تلقى الناس كل واعيه والناس كل معناتها تعرف اللي راي حاجه خطيره وفما دونك عباد اللي مي الاكثريه العباد واعيه بالخطوره هذيا واعيه بالمسؤوليه هذيا خاطر حاجه معناتها من ماهيش ملموسه ما نعرفوهاش شنو اكزاكتومون دونك تنجم جو بو اتر انا كونتاميني وما نفطرش بروحي معناتها جو بو كونتاميني اكيب دا بورتور سان سي فري دونك افكتيفمون دونك دونك يبدا واحد السيستيم ايمونيتير نتاعو يقبل الفيروس هذايا نجم انا نتعدي سوف كون نجم نعدي ثلاثه ولا اربعه ناس اخرين بالكونتاكت نتاعي بالخارج بالواحد دونك هذايا انا من الموقع هذايا نحاول معناتها باش كو في فرنسا ولا في تونس اي جوستومون لهنا حبيت نسالك جلال اكيد متابع الوضع في تونس قاعده تبع في اخبارنا في اخبار تونس ولا لا في فرنسا؟ بطبيعة الحال يا أخي عائلتي كل في تونس دونك يكون بطبيعة الحال واحد باش يتابع الأخبار يتابع اللي صاير كل يوم يتابع لكا اللي موجودين كل شيء. أعطينا ميساج للتوانسة اليوم اللي مازالوا ما همش مستوعبين فما اون سارتين كاتيجوري فما بورسنتاج لا بأس بها اللي مازالت ماهيش مستوعبة خطورة المرض هذايا وسرعة الانتشار كما أعلنت وزارة الصحة اللي وصلنا اليوم لسرعة انتشار كبيرة للمرض هذايا في تونس. بطبيعة الحال الخطورة اللي معناتها بالنسبة لي أنا لو بلوز امبورتون سي كو العباد تشد ديارها اللي ميت لو كونتاكت لو ماكسيموم بوسيبل خاطر بالكونتاكت وفما اللي معناتها لي جيست اللي دو بريكوسيون اللي كي تعطس اسي دافوار مشوار وتحط يدك على مرفقك على خشمك خاصلين اليدين هذوما حاجات اللي دونك ديكو بالوعي معناتها نحاولوا ندخلوهم حتى في ليزابيتود نتاعنا من بعديكا مش كان خاطر في البانديمي هذيا ولو بلوز امبورتون لو بلوز امبورتون اللي ناكد عليه للعباد اللي هو شدوا دياركم باش تحميوا والديكم وصغاركم سي لو بلوز امبورتون.
يعطيك صحة جليل، سعيدة ياسر بالمداخلة متاعك معنا اليوم في برنامج الماتينال. إن شاء الله نراوك بخير، وتحياتي ليك ولعائلتك. ظهر لي أيوب يعطيك الصحة، مداخلة باهية نورنا، وخاصة أنا فرحت برشا بالأخبار اللي نقلها لنا على الجالية التونسية كيفاش متعاضدة مع بعضها ضد هالوباء في هالحرب الكونية ضده بالحق. إن شاء الله يا ربي ينصرنا عليه، وإن شاء الله يا ربي ينقذ هالبشرية الكل. صفاء أنا نخرجوا فاصل شوية، أكيد نخرجوا فاصل أكيد نحب ونرتاحوا، لكن ديما نحب نعاود نقول التوانسة شدوا دياركم، كيف ما قتلكم وردة شدوا دياركم ما خلوهاش بيكم. احنا زادة في كوجينة الماتينال ما نخلوهاش بيكم مع وردة. يعطيك صحة أيوب وقيت، نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا لكم.